السلام عليكم مرحبا بكم في حصة قصتنا ركن كروشي لنا اليوم أختي المشاهدة عندنا وسادة للتزيين عملتها بخيط قطع بيرلي والحشية لوغوزا الخيط قطع بيرلي هالك عادي والخيط والكروشي صفر سبعة نبدأ على بركة الله نبدأ بسلسلة متكونة من ستين حلقة نبدأ مع بعض واحد قلنا الاولى من نحسبوهاش نروحوا الثانيه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احداش 12 ثلاثه اربعه تاش, خمسه ثلاثه عشرين اربعه عشرين خمسه عشرين سته وعشرين سبعه عشرين ثمانيه عشرين تسعه ثلاثين ثلاثه ربعين واحد 43, اثنين 45, ثلاثة 47, ربعة 49, خمسة 51, ستة 53, سبعة 55, ثمانية 57, تسعة 59, خمسين واحد وخمسين ثلاثة خمسة ستة سبعة تسعة ستين هاي السلسلة تتكون من ستين هادي للمبتدئة باش كيبقى كي لها واش عليه من تعرف تخدم والفة تخدم تحسب كيما على حساب النموذج اللي قدامها قلنا نخلو تلاتة نروح مباشرة لي، هنايا، نلف، ندير لفتين واللي تحب دير بلفة واحدة، واش عليه؟ دير بلفة واحدة، دوك نخلي كيما قلت واحد، اثنين، ندير في الثالثة، ندخل في الحلقة الثالثة، هكذا، بالعقل برك، نزيد ندير الثانية في نفس الحلقة، هكذا، وندير بيناتهم حلقتين، واحد، اثنين، نزيد نلف على نفس العامل نعمل، نزيد ندخل في الحلقة، وندير اثنين. عمودين بلفاتين نتبع نفس العامل هكذا ونزيد ندير خمس حلقات اثنين ثلاثة أربعة خمسة نحسب هنا خلي خمس حلقات واحد اثنين ثلاثة أربعة في الخمسة ندخل هكذا واحد قلنا في نفس الحلقة نزيد ندير حلقتين هكذا واحد تانية نزيد ندير خمس حلقات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نزيد نخلي هنا خمس حلقات واحد اثنين ثلاثة أربعة في الخمسة ندخل هكذا واحد اثنين واحد دنين. حلقتين ونزيد ندير عمودين بلفتين هاكدا، كيما قلت الأخت ما تحب تدير بلفة واحدة دير كل واحدة والعامل تاعها. واحد، هايلك الثانية، آه. عندي واحد، اثنين، ثلاثة، دوك ندير واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ندخل لهنايا، هنا ندير يا هنا دومي بغيت نغلق ونزيد ندير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هنا باش نبني عليهم الأعمدة ني نعمل عليهم نشكل عليها الوردة ال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نزيد ندير هنايا بلا ما يصير نغلق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نغلق هكذايا هاي كيما هنايا درت واحد اثنين ثلاثة وهادي باش نشكل عليها هاد الغرزة هاي هكا هنا غلقت بلا ما يصير ونزيد نواصل هكذا نغلق ونروح مباشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نزيد نعمل نفس واش عملت من ال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كيما بديت كيما نكمل هكذا عمودين واحد اثنين حلقتين زين دخل في نفس الحلقة هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نزيد نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اثنين، زين ندير في نفس الحلقة، زين ندير عمودين، هكذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، زين نحسب خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ندخل فيها، هذه الأخيرة، واحد، اثنين، وندخل هكذا نتحصل على هدايا نتحصل هذا البداية تاعها درنا ثلاثة كوكياجات واحد اثنين ثلاثة هنا واحد اثنين ثلاثة هنا في الوسط نبدا نشكل الغرزة تاعنا علاقة المبتدئة ما عليه دير ستين يبقى لها من الاخر هذا واش عليه هكذا تزيدي دوري هنا العامل تعمل نفس العامل ما يتبدلكش هنا تقعدي تعملي هكذا حتى الاخر اثنين، واحد، اثنين، هكدايا، تبعي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، روحي مباشرة للهاتية، نزيد ندير اثنين، قلت هنا العمل ما يتبدلش، يقعد نفس العامل. غير كي للغرزه اللي تبدل لنا نزيد ندير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نزيد نروح لهادي مباشرة هكذا أنا درت نموذج مصغر هنا كبيرة هنا درت لك نموذج مصغر باش تفهمي معايا وكي تحبي انتي تكبري دوك نوريلك مين تحبي تزيدي باش تجيك كبيرة ولا تجيك صغيرة هنا عايلك واحد اثنين ثلاثة عايلك دوك هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هنا نبدا نشكل نعمرها ندير خمسة واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا ندير واحد تنين نزيد ننتقل اللي قدامها هكذا نزيد نعمرها بخمسة باش تبدا تبان الغرزة تنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة دوك نروح ننتقل لهاد نفس العامل كما قلت لك هنا تقعدي تمشي نفس العامل ما هكذا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ننتقل اللي قدامها هكذا دوك بالعقيلة تبدا تبان في السطر الثاني في السطر الثالث تبدا تبن واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين نسي ندير عمودين نسي ندور لهنايا هكذا دوري واحد اثنين ونخدم كما قلت لك اختي مشاهدة تبدا الغرزه برك لهنا هذه برك اللي نبداو هي اللي تشكلنا هذه هنا برك هنا اللي الخدمه والباقي هنا كاع نفس العامل واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ننتقل الثانية واحد منين ولي تحبها ديرها كبيرة تحب دير كبيرة هنا كي تحب دير كبيرة تزيد لهنايا أنا ديرت هنا صغيرة باش نكمل معاكم نموذج صغير أنا ديرت خمسة هنا وخمسة هنا اللي تحب ديرها كبيرة على هادي ولا قدن هادي دير هنا طناش وهنا طناش بعد كي تعمرها يكونوا عندها أربعة وعشرين وتزيد فيها دوم أربعة كيما تحب هي تجيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نروح مباشرة لهاد الدلتا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هنا العمل ما يتبدلش دوك هنا اللي نبدا نزيد نبدا نزيد هادوما باش كي تبني هادي تبان لك هنا يعني في كل عمود ندير عمود فوقه هكذا تمشي مباشرة هنا اللي تبدا تتشكل الزهرة تاعك ولا بوان دو دو بان هكذايا درت خمس أعمدة ندير فوقها خمسة وفي الفراغ هدايا ندير أربعة واحد تنين ثلاثة في الفراغ ندير أربعة أعميدة من خمس أعمدة نبني فوقها خمسة هكذا واحد واحد تنين <applause> ثلاثه اربعه خمسه نروح مباشره ثلاثه اربعه خمسه مباشره لكوكياج واحد اثنين عمودين بلفتين هكذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ننتقل الثانية واحد تنين هكذا واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة هاي بدات تتشكل دوك نوري لك اختي المشاهدة باش تفهمي معانا واحد تنين هكذايا هنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هادو ثلاثة وين نديرو هنايا الحاشية وهنايا الغرزة تاعك تبدا تتشكل دوك نبداو نبنو هاد لي لي ماي واحد اثنين واحد طلع هنايا من الاخر كي نجي نبدا لازم ندير الحلقتين باش يجي العمود واقف مع في نفس العامل لفاتين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هكذا واحد اثنين كنت ديجا عملت لكم هذه الغرزه في حامل المفاتيح وكنت درتها لكم في تلايق اليوم درتها لكم في الوساده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عمودين لفتين هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، دوك نبدا نشكل لهنايا في الغرزة ندير واحد اثنين ثلاثة، ندير ثلاث حلقات وفي كل عمود ندخل هكذا الكروشي تاعي ونجبد واحد اثنين ثلاثة المهم في كل عمود نضع هذه السلسلة اللي متكونة من ثلاث حلقات واحد اثنين ثلاثة تابعي في كل عمود نضع السلسلة اثنين ثلاثة هكذا حتى آخر السطر واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين اثنين ثلاثة هادو درتهم بالحلقات ومرة الدماجية إن شاء الله ندير لكم بلي دومي بغيد. واحد اثنين ثلاثة هاي في نفس عمود ضعي السلسلة المتكونة من ثلاث حلقات واحد اثنين ثلاثة وضعي هنايا واحد اثنين ثلاثة وبعد بعد وحدها تبدأ تنقص واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هكذا واحد اثنين ثلاثة عايلك في الاخير ضاعي هنايا هنا كيما قلت لك انتي تحبي تكبريها لهنايا انا درت خمسة خمسة وضعت في الفارغ اربعة كيما تحبي انتي تحبي تكبري تحد ديري 12 هنا 12 ديري في الوسط أربعة كيما تحل تحب تكون لك كبيرة بهذا في كل عمود ضاعي هاد الحلقتين تما اللي تكبر لك الغرزة تاعك كما هنا كيما قلت لك هنا نروح نفس العامل هنا ما نبدلش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة روحي مباشرة هنايا رفعتين نقطة المبتدئ ان شاء الله يجيها ساهل على بها خدمنا بالكوطون والكروشي خشين باش توالف به كي توالف بالكوطون تروح للخيط رقم 16 بالعقل 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 ان شاء الله حتى تولفه واحد اثنين هكذا نزيد ندور، واحد، اثنين، نروح مباشرة اللي عملت فيها، نزيد نعمل فيها، هكذا واحد، اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بديت بخمسة نكمل بخمسة، كيما تبدي، كملي. باش الخدمة تاعك تجي مليحة واحد اثنين هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نروحي مباشرة العادي واحد اثنين انا راني نخدم بلفاتين والاخت كي تحب تخدم بلفه واحده واش عليه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هنايا دوك نبدا نقص وين نقى الفارغ هذا تاع السلسله اللي غلقتها بلا ما يصير ندخل هكذا ندخل في الوسط هكذا هي واحدة تبدا تنقص واحد اثنين ثلاثه صبري برك خدمي بالصبري تطلع لك اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه لازم ثلاثة بديت بثلاثة نكمل بثلاثة واحد اثنين ثلاثة زيدي دخلي هنا في الوسط واحد اثنين ثلاثة هاي الكاي بدا تتشكل لنا واحد اثنين ثلاثة زدنا نضع في الوسط هكذا حتى آخر السطر واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة المهم تحسبي هكذا دا حتى الاخر السطر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة شوفي معايا كيف بدات تبان لنا كي تخدمي وتحسبي وتمشي نفس نفس العمل تاعك تجيك الخدمه جميلة أنا واحد, تنين, واحد, تنين, هنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة عندك هذه هنايا قلت لك كيما انت تحبي تكوني انا درت لك نموذج مصغر لهنا شوفي كي كبيره انا عمرتها هنا 12 12 وفي الوسط درت اربعه الاختيار من بعد يكون لك انت هنا قلت لك لي ماي هي وحدة هنا تبدا تنقصي وين تلقاي هنا الفراغ تاع السلسله دخلي دخلي بلا ماي سيغي تتحصلي على هذه هاد. هذه هي الطريقه الاولى بريت لك دوك نوريلك كيفاه تبداي تغلقي، شوفي كي شكلت كيما قلتلك واحد اثنين ثلاثة نفس العامل هي وحدها تبدا تنقص، دوك هنا نوريلك كيفاه تبداي كيفاه تغلقي، نفسخلك شوية باش يبانلك، أنا حتى تقعدلك وحدة، الوحدة الأخيرة شوفي من تتحصلي. على هذه تبقى لك هاد الصدفة وهادية دوك المريض كيفاه تغلقيها باش تجيك مغلوقة تجيك هنا مغلوقة شوفي معايا هاي لك هاي الصدفة روحي مباشرة اللي قدامها وغلقي واحد اثنين زيدي ديري اثنين زيدي عمودين هكذا هاي لك هنايا أغلقتها دوك هنا هاد العامل خلاص خدمته دوك نزيد نروح باش نغلق هادي يا هادي التانية ومن بعد نزيد نغلق التالتة تتحصلي على قلب هاي لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نوصل للعامل هكذا حتى يتغلق لك ويتشكل لك واحد اثنين وللي تحب تخدم بالخيط الرقيق تخدمه بالخيط الرقيق انا قلت لكم اني نعمل مع المبتدئات ان شاء الله باش يجيهم ساهل عندي وحده بالكروشي بالخيط رقم 24 رقيقه والاخت كيما تحب تديرها تزين بها السرير تاعها واحد اثنين نزيد نروح مباشرة ندير خمسة اثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا دوك هنا لنا اثنين واحد الأولى غلقناها دوك نروحو للثانية هاي ليك دوكا الأولى غلقناها دوك نروح لهاذي الثانية روحي مباشرة لهاذي الثانية هاهي تغلقت لهنايا كما غلقت الأولى نغلق الثانية واحد تنين واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ننتقل الثالثة واحد تنين ندور واحد نطلعها بتنين حلقتين نوصل العامل العامل كيما بديت كيما نكمل وشنو نقعد نفس الحساب بس كروشي فيه حساب كيما بوان دو كخوا كي كيما شحال من الأشياء نحسبوها هنايا هاي لك دوك نروح لهادي التانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا غلقناها التانية دوك إن شاء الله نغلقو التالتة الأخيرة واحد اثنين هادي هي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هيبقى لنا السطر الأخير إن شاء الله وتتغلق واحد اثنين هاي السطر الاخر ان شاء الله ونشكلوها واحد اثنين نزيد العمودين دوك مباشره بهاتين دوك ندير هنا قبل ثلاثة واحد اثنين ثلاثة نغلق لهنايا هكا بلا ما يصيغي واحد ثلاثة ونغلق لهنايا نلف لفاتين هكذا واحد اثنين واحد هذه الأخيرة إن شاء الله ونشكل القلب واحد اثنين هاي لك نروح مباشرة الأخيرة هكذا واحد نفس العامل واحد اثنين نتحصل على القلب شكل القلب هاي لك. شوفي تحصلنا على انا درت لكم لا مصغر هاي يعني لك واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه وهنا قلت لك هنا اللي تتشكل لك هنا تعملي نفس العامل هنا وحدها تبدا تنقص وين تلقاي الفراغ الخدمية هي تتشكل لك هاد الـ هاد الـ الغرزه هذا هو النموذج هاوليك هنايا اختي المشاهده هذا نفس هذا ديرتوه كبير شوفي كي يكون قبل ما نلصقو في المخدة كيفاه يكون هكدايا دوك الأخت المشاهدة كيفا دير الحاشية استعملي هكا مساك باش تجيك ساهلة ونبداو إن شاء الله نشكلو فيها ديري هكا بون كيما قلت لك عندي ال... أنا ندير على الواجهة عندنا القفا منديروش فيه نديرو في الجهه اللي نضع هذه هكذايا نبدا بهذا السطر بسم الله ندير هنايا هكا دخلي حتى وين تكملي السطر تاعك حنا نبداو هكذا ديري هكذا يا مشي ساير داير على هذا السطر ومن بعد روحي للثاني ومن بعد للثالث روحي غير بالعقيدة باش تجيك سهله انا نكتفي بهذا باش تفهميني برك وتجينا سهلة هاي الحاشية أنا شاهدي لغانزة تكرهي هنا يا شوفي برك أختي المشاهدة كيفه تك هذا راهو هنا على هاد الجهة تك أنا نروح على هاد الجهة ندخل هكذا باش تجيك سهلة شدي هكذا باش ما في يدك الحاشية شدي هكذا هي وحدها هكذا نزيد نشد دوك راهي في هاد الجهة دوك أنا ننتقل لهاد الجهة نتبع غير هادي كي تكون لهنايا نروح لهنا باش تجيك ساهلة تتحصلي على هاد الشكل هاكدا شوفي هاي كيما قلت لك راهي منا نزيد نروح منها ساهلة كاين اللي تجيهم يقولوا لي يقولوني ما نعرفوش تجينا واعرة انا نقول لكم ساهلة تبعوا معانا ان شاء الله تتحصلوا على الشكل تاعها تتعلموها هكذا هاي يعني بدات تبان ان شاء الله حاجه ما واعره تحبي تعلميها عندنا دوك ما شاء الله في حصه قسطبينه تتعلمو الاشكال تاع الزهور تاع الحاشيه هكذا شوفي اختي مشاهدة زيدي انت روحي من تبعي برك على المساك تاعك وين راه رايح ولا دخلتيها بالمساك تبعي المساك برك قلبي هكذا وشنو بالعقيله برك هايلك هكا هكذا سهله مام تتقلبلك تجيك سهله شوفي ان شاء الله يبدا تبان لنا نزيد معك باش تفهمي معاك مليح هكذا شتيتي لهنايا وروحي هكذا باش ما تعقدلكش الحاشيه واحد هدي. نزيدو هكدا نزيدو هكذا ديري بالك برك وما تقلقيش تتعلميها نزيد لك هادي ان شاء الله هكذا تشدي من هنايا وروحي غير بالعقيله فوالا هكذا تتحصلي على هذا الشكل واش كاين هنا كاين هنايا انت روحي هكا روحي حتى تجي لهنا ولا خفتي الحاشيه خدمي كي اللي من هنا لهنا ديري الدبل على هذا مثلا هنا عندي هكذا كيما نقولوا من هنا لهنايا انت تزيدي ديريها اون تكفيك هذا السطر هذا هو نموذج نهار اليوم ان شاء الله يكون نال اعجابكم نتلقى في الحصه المقبله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته